أهلا وسهلا فيكم في هالمحطة. كما اعتدنا هي محطة لأخبار منوعة عربية وحول العالم. نبدأها من مصر. هناك شركتي الغاز والبترول المصرية اللي تقدمتا باستئناف للمحكمة العليا في سويسرا ضد الحكم الصادر ضد الشركات المصرية بدفع تعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية. قدر وقيمة هاي التعويضات اللي بتطالب فيها إسرائيل الشركات المصرية $1 مليار بعد توقف تصدير الغاز للشركة عقب سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك. ما حصل انه وما يقال ايضا في وسائل الاعلام المصريه ان الحكومه المصريه قامت بتوجيه الشركتين المصريتين بوقف اي محادثات تتعلق باستيراد الغاز من اسرائيل او اعطاء اي موافقه حول ذلك حتى يتم دراسه الوضع القانوني لوقف تصدير الغاز لاسرائيل. ونتيجه لذلك تم وقف اي اتصالات مع الجانب المصري لتصدير الغاز الاسرائيلي وبالتالي لمحطات اللي التابعة للشركات اللي هي موجودة بشمال مصر، رغم إرسال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستشارة قانونية للقاهرة للتوصل لحل وسط مرضي للطرفين. إذن يعني مصر تستأنف قرار تعويض شركات الكهرباء الإسرائيلية. في خبر آخر، قالت الأمم المتحدة إن عدد الضحايا المدنيين في الحرب بأفغانستان سجل معدلات قياسية للعام السابع على التوالي خلال عام 2015 مع تفشي العنف في أفغانستان عقب انسحاب معظم القوات الدولية منها. أضافت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي عن عدد الضحايا المدنيين إن 3500 على الأقل لقوا حتفهم، وهذه حصيلة من القتلى المدنيين تعد الأكبر منذ عام 2009. وفي خبر آخر رياضي، خفق الإسباني رافائيل نادال المصنف خامسا عالميا أمام النمساوي دومينيك تيم، وكان نادال حامل اللقب على بعد نقطة واحدة من حسم المباراة لصالحه، إلا أن اللاعب النمساوي حقق الفوز. وقال تيم اللاعب المصنف الرقم 19 عالميا: اللعب مع الكبار مميز للغاية، والفوز على أحدهم هو بمثابة حلم. وهذه انتكاسة أخرى لنادال الحاصل على الرقم 14 في البطولات الأربع الكبرى. عشان هيك مش لازم يكون عندنا حدود وسقف، يعني حتى مبارزة ولقاء أكبر اللاعبين ممكن تحقق نتائج عكسية. في أبو ظبي تستعد المدينة لاستضافة سيرك فيغاس الشهيرة، واللي بتشمل أفضل العروض الشهيرة في العالم اللي بتجمع بين السيرك والفن والمسرح والموسيقى وبرافقها المؤثرات المرئية والمتطورة. بيضمن سيرك الألعاب البهلوانية وعروض الأرجيحة المعلقة والمشي على الحبال. أيضا سيفتح السيرك بمعرض يقوم به أصغر راكب دراجات نارية في العالم بدوران بسرعة قصوى داخل كرة معدنية. استضافة أبو ظبي لسيرك فيغاس الشهير تأتي في إطار استقطاب المتسوقين وجميع الأسر في المجتمع المحيط للاستمتاع بعرض لأكثر من ساعتين. هذا خبر اللي عم بنتشر على كمان الدول العربية في وسائل الإعلام العربية، يعني وجود سيرك فيغاس الشهير في أبو ظبي. هذا العام جهاز اسمه سايلنت بارتنر، الشريك الصامت. يقول مطور أنه هذا الجهاز يخفض من صوت الشخير عبر ذبذبات معاكسة. في علم الفيزياء يعني الشريك الصامت هو التداخل ما بين موجتين صوتيتين ذات تردد متساوي واتجاه معاكس، واللي بلغي أحدهما الآخر حتى يصل الصوت إلى مستوى الصفر. صمم جهاز لالتقاط السعة ومدى الموجة الصوتية التي ينتجها الشخير لتولد موجة صوتية معاكسة تلغي الصوت الأول. بالإضافة إلى ذلك فإن الجهاز يمتلك آلية عزل تحفظ ترددات الصوت من إزعاج الشريك، وهو ما يخلق منطقة صامتة. دعونا نشاهد. What kind of a snorer are you? Introducing the Silent Partner.
the world's first smart patch to quiet snoring noise. Silent Partner is a smart, lightweight and compact device that elegantly tackles what other products don't, the snoring noise. The Silent Partner creates a silent zone around the person wearing it, giving you and those around a better night's sleep. How does it work? Silent Partner uses patented active noise cancellation that detects the unwanted snoring sound and generates a counter sound, which suppresses it. The result? Well, it's as simple as a plus and minus. They cancel each other out. Many of us have probably been there, being around or creating a symphony of snoring noises that create frustrating nights for us and our partners. وهذا ختام أخبارنا في هذه المحطة. ننتقل إلى الزميلة ريم المصري وأبراجنا في هذا الصباح.